حب الدنيا في تفصيل، حب الدنيا إذا أثرها على الآخرة هذا هو المذموم، وأما حبها ليستعين بها على طاعة الله وليصدق منها ويحسن إلى عباد الله ويعمر منها المساجد لا بأس، فالمذموم حبها لذاتها، حبها ليكنزها ويجمعها، أما حبها ليتصرف فيها لوجوه الخير، حب أن يكون عنده مال حتى يصدق، حتى يعمر المساجد، حتى ينفق في سبيل الله، حتى يواسي الفقراء، هذا مطلوب، مطلوب المؤمن يجتهد في طلب المال حتى ينفق منه في سبيل الله، يستجر، يزرع، يحرث، يعمل أعمال أخرى مما أباح الله يكسب بها المال، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي كسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مطلوب، وقال صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يكون من عمل يده، وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده عليه الصلاة والسلام، كان حدادا يصنع الدروع عليه الصلاة والسلام، فحبها لشعر الشح بها وكنزها هذا الملموم، أما حبها لينفق منها وليحسن إلى عباد الله وليستعين بها على طاعة الله هذا كله مطلوب.